بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو عندك دولارات وانت في مصر او في اي بلد عربي ديكتاتوري لازم تسمع الفيديو ده من البداية للنهاية، بالذات قسم الحلول في النهاية، فركز معايا الله يبارك لك، لان الموضوع ده الوقت يرتبط بالمدخرات بتاع الدولارات بتاعتك، ولو ما فهمتش انا بقول ايه كويس ممكن الخسائر تيجي فوق دماغك، خسائر جامدة. وانا على فكرة ما عنديش حلول سحرية، لكن هقترح عليك بعد ما اعرض لك المشكلة، طبعا هعرض لك المشكلة وهعرض لك المكر الجديد اللي شغال وهقترح عليك الحلول، وبعد كده الحلول دي ما تنتظرش ان هي تحافظ لك على فلوسك بشكل كامل، لكن انتظر ان هي ممكن تخفف الخسائر بشكل كبير. المهم تركز معايا والشباب، واوعى تنام مني المرة دي بالذات. الكل يتآمر علي، اللي حاصل يا ابو الشباب، في حلقة للمخبر الاقتصادي نزلت من حوالي 6 ساعات قبل تسجيل الفيديو ده او 7، والحلقة دي يعني فيها امور فعلا مخيفة. واحد يقول لي يا كابتن لطيف انت بتاخد على كلام قناة في اليوتيوب، اقول لك لا يا ابو الشباب، القناة دي RJ الجزيرة، يعني ممولة من الحكومة القطرية بشكل جزئي او بشكل كامل. هسيب لك الرابط عشان تتفرج على كل حاجة بنفسك، والكلام اللي في الحلقات اللي زي كده غالبا بيكون له ارضية من الواقع. وعموما المخبر الاقتصادي ما قالش اللي انا هقوله لك الوقت، يعني ما اكدش عليه. ايه هو يا عم احمد، انت اصلا غلبتنا وشوقتنا، عايزين نعرف ايه الحكاية. باختصار، امريكا تفكر في الغاء فئة $100 من قسم العملات الدولارية بتاعتها. يعني انتوا عارفين الدولارات اصلا فيها فئة $1 وفي اعتقد 5 و10 و20 و50 و100، وقبل كده كان فيه $1000 وكان فيه $5000 وكان فيه $10000، وبعد كده تم الغاء $10000 وتم الغاء $5000 وتم الغاء $1000، والوقت بيفكروا في ان هم يلغوا فئة $100. واحد يقول لك يا كابتن لطيف وايه خطورة الموضوع ده؟ اقول لك ما هو لو تم الغاء الفئة بتاع $100 يا ابو الشباب، فتح معايا الله يبارك لك، لو تم الغاء الفئة بتاع $100 وانت فلوسك انت محوشها في الدولارات وانت في مصر ومحوش فلوسك في الدولارات، فانت غالبا معاك الورق اللي هو ابو $100، وديت هي الورقة المنتشرة في العالم. وكمان في معلومة هيقولها لك بتاع المخبر الاقتصادي، ان 80% من الورق فئة $100 هو خارج امريكا، يعني داخل امريكا 20% من هذه الورقة فقط، وخارج امريكا في 80% بتتداولها بقى عصابات مخدرات، وبيتداولها مال اسود، وبيتداولها الناس هربانين من الضرائب، وبتتداولها البنوك المركزية على مستوى العالم. وكمان الوقت اللي هو حصل جديد في الفترة اللي فاتت ديت ايه، ان بعض الشعوب بدأت ان هي تدخر ثرواتها في الدولار، والسبب ايه؟ السبب ان عملتها المحلية بتنهار كل شوية، زي ما بيحصل في العراق وزي ما بيحصل في لبنان وزي طبعا ما هو حاصل في مصر. وطبعا الثلاث دول هيبقى فيهم كميات كبيرة جدا من الدولارات. انا تقديري مصر لوحديها فيها $1 تريليون، وهقول لك انا جبت التقدير ده ازاي بس لما يجي ايه وقته. فالوقت لو تم الغاء فئة $100 اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان البنك المركزي في امريكا هيعطي فرصة لكل الناس اللي معاها في الورقة فئة $100 ان هي تغيرها $50، او يعني انت تديها ورقة بمئة، هم يدوا لك ورقتين كل ورقة بـ50، او يدوا لك 5 ورقات كل ورقة بـ20. البنك المركزي الامريكي هيضمن الحكاية دي وانا متأكد منها. طيب ايه الخطورة يا عم احمد اما هي كده؟ ما الخطورة يا سيدي الحزين اللي انت مش منتبه منها، انك انت معاك مثلا $10000 او 20 او $50000 وانت في مصر، هتوصل فلوسك دي للبنك المركزي الامريكي ازاي؟ مش هتعرف طبعا، ومش هتعرف تاخد فيزا حتى عشان تروح امريكا، ولو خدت فيزا عشان تروح امريكا في المطار مش هيسمح لك بانك انت تخرج المبلغ ده،
وأذكركم بالواد المذيع دوت أظنه كان الحسيني كان خارج ومعاه 40,000 دولار أو 45,000 دولار مش عارف الحسيني ولا مين، واعتقلوه في المطار واضطر ان هو يتنازل عن الأموال وبهدلوه، وده مذيع موالي للسيسي. فما بالك بقى يا أبو الشباب لو مسكوك انت بقى خارج بفلوسك 30-40-50 ألف دولار، لك أن تتخيل هيعملوا فيك إيه، هيلفقوا لك قضايا وهيبهدلوك. أنا أعرف واحد كان ماشي مش في المطار ولا حاجة، بس كان ماشي في داخل البلد، وقع في كمين كان معاه يعني أقل من 1,000 دولار، تحسبها من فوق من تحت معاه أقل من 1,000 دولار، مسكوه وعملوا له قضية مخدرات وخدوا منه الفلوس وبهدلوه آخر بهدلة، واضطر ان هو يدفع رشاوي لحد ما يفلت من انياب الثعالب المفترسه ديت او الذئاب المفترسه دي. فانك انت تفكر لو الموضوع ده حصل، طبعا البنك المركزي الامريكي مش هيقول لك المهله اسبوع ولا اتنين، هو البنك المركزي الامريكي غالبا هيديك اقل حاجه مثلا شهر، وممكن توصل لثلاث شهور وممكن توصل لسنه، بس اقل حاجه اعتقد هيدي لك شهر انك انت تغير فلوسك. لكن المشكلة ازاي توصل فلوسك للبنك الامريكي، مش هتلاقي يا الشباب اي وسيلة، ولو حبيت تخرج بالفلوس قلت لك هيقبضوا عليك. طيب الاجراء دوت او الكارثة ديت او الغاء الورقة ام 100 دولار كيف ستؤثر عليك وستؤدي الى ماذا؟ ركز معايا عشان الجواب مهم جدا. الوقت انت تخيل ان الكارثة دي حصلت، انا على فكرة مش بقولك انها هتحصل ولا بقولك ان هي مش هتحصل، بس انا بقولك كلام متداول وانا بنصحك بناء على الكلام المتداول، وهقترح معاك الحلول وهقولك اسبابهم المعلنة واسبابهم الخفية، يعني هحاول اغطي لك الموضوع، وبعد كده يا ابو الشباب بقى ايه عقلك في راسك وتعرف خلاصك على رأي المصريين. نرجع الى الكارثة دي لو حصلت وتم الغاء الورقة ام 100 دولار، وانت معاك مثلا منها 100 ورقة او 1,000 ورقة او كده، هتعمل ازاي؟ مش هتقدر تروح بيهم امريكا، ودي خلاص باب مغلق، وبعد كده تيجي تحطهم في البنك مثلا في مصر مش هيصححهم لك. يعني انت تيجي مثلا تقول للبنك انا ادي لك مثلا ورقة ب100 دولار، تديني ورقتين ب50 دولار، هيقولك انا اسف جدا ما عنديش اي فلوس، ما عنديش اي عملة فئة ال50 دولار، لان الناس ضغطوا عليا وكل الفئة بتاع ال50 دولار انتهت وخلصت من عندي. هتقوله طب اديني فئة ال20 دولار، هيقولك نفس الاجابة، هيقولك ال20 دولار كمان خلصت، لان برضو الناس ضغطوا عليا وكده، يعني هيقفلها في وشك. فانت هيبقى قدامك ايه يا ابو الشباب؟ هيبقى قدامك انك انت تغير الفلوس ديت لفلوس مصرية، وده اللي البنك هيعرضوا عليك. وخد بالك لما البنك بقى هيقولك تغير الفلوس مصرية مش هيحاسبك زي النهاردة مثلا. تخيل ان هو الوقت البنك المركزي لما يلاقي كل الناس دي مضطرة تغير الدولارات بتاعتها، يرجع ويقولك الدولار ب15 جنيه تاني، وممكن يخفس لك بيه الارض اكتر من كده. وبعد كده الاعلام بتاع السيسي يهيص ويقول لك اقتصادنا ارتفع، وشوفوا الجنيه عمال يضرب الدولار بالجزمة وعوض الخسائر بتاعته وكذا، وهي كلها اللعبة امريكية اصلا. واللعبة الامريكية دي انا مش عايز اقولك ان المقصود بها مصر بس خد بالك مصر رقم صعب كمان. يعني انا هقول لك في اخر الحلقة او بعد شوية هقول لك ان مصر فيها تريليون دولار بكل اريحية، ويمكن اكتر من كده. الامريكان عارفين فيها قد ايه، والبنك المركزي المصري عارف فيها قد ايه، وبناء على كده هم الوقت عملوا كارت التخويف هذا. فهم الوقت بيخوفوا اللي هيحصل ايه لو لقوا الناس هجموا على البنوك وغيروا فلوسهم وكده، مش هينفذوا. دي تاخدها مني، الا بقى لو كان التنفيذ لسه عشان يقصد المال الاسود، يعني يقبض تريليون مثلا او 500 مليار من المصريين، وبعد كده يروح من الجماعة بتوع المخدرات، ودي بقى قصة لوحدها المخدرات، لان انا قناعتي ان الدول الغربية وامريكا هم اللي بيتاجروا في المخدرات، لكن الجماعة بتوع المخدرات اللي هيتم نهبهم هم مين؟ هم القطط المتوسطة واللي اقل من المتوسطة، وامريكا برضو عارفة ان هم عندهم كام، واللي شايل فلوسه في سويسرا، واللي شايل فلوسه في مناطق الجبل الاسود، واللي شايل فلوسه في البيتكوين، واللي شايل فلوسه هنا وهنا،
ويبدو ان لما البيتكوين اتهزت الشوية اللي فاتت الناس بدأت تسترد الدولارات مرة تانية، عشان كده امريكا عملت لهم الفخ الجديد ده. ما هو خد بالك، ما هو الطاغوت العالمي مسيطر على اللعبة كلها، تحط فلوسك في البيتكوين يقدر يطولها باللف والدوران والمكر اللي شغال ده، ترجعها للدولار يجيب لك قصة حزينة زي الغاء الورقة ام 100 دولار ديت كده، وبرضو يحشرك فيها، سواء كنت في مصر في العراق في لبنان او كنت في اوروبا وحاطط فلوسك في البيتكوين عشان المال الاسود او 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 في اي واحدة منهم. هم عندهم احصائيات، لما بيقرأ الاحصائية بيجيب خبراء الشياطين عياذا بالله في الاقتصاد ويقول لهم عايزين نخرب بيت الناس دي، يقول لهم عايزين نخرب بيت الناس دي، عايزين نسرق الناس دي. فالاقتصاديون هؤلاء يطلعوا له قانون متفصل بحيث ان هو يخرب بيت الناس دي. هكلمكم على البنوك واللي حصل لها في امريكا ان شاء الله في فيديو تاني، عشان الفيديو ده مهم جدا وانا عايزك تركز فيه كويس. فالخلاصة عشان نرجع للموضوع، لو امريكا قررت تلغي الورقة ام 100 دولار، انت داخل مصر مش تقدر تعمل حاجة. هما الامريكان باختصار بقرار الغاء الورقة ام 100 دولار هيجي يجبر شريحة زي شريحة المصريين اللي هما ادخروا اموالهم في الدولارات، هيجبرهم غصب عنهم ان هما يروحوا يغيروا هذه الدولارات في البنك المركزي المصري. واحد يقول يا كابتن لطيف طب وامريكا هتستفيد ايه؟ ما هي امريكا هتستفيد ان هي هتاخد الفلوس ديت باي طريقة، هتاخدها بطريقة النصب والاحتيال، هتقول له اشتري سندات امريكية، هتقول للسيسي، السيسي طبعا مش هقدر اقول لها لا، هتقول للسيسي حول الفلوس ديت لامريكا، اشتري سلاح، اشتري مش عارف ايه، غل الاسعار تاني، اخرب الدنيا، مش هيقدر يقول اي حاجة. يعني طول ما هو في فلوس في البنك المركزي المصري، طول ما امريكا هتبدأ تجبر السيسي على ان هو يخرب في الاقتصاد اكتر واكتر، ويشتري باختصار زبالة ويسميها سلاح، وبعد كده يدفع الفلوس للشركات الامريكية. وخد بالك بقولك الشركات الامريكية مش الحكومة الامريكية، وفي فرق كبير جدا بين الشركات الامريكية وبين الحكومة الامريكية. فامريكا لو عملت قرار الغاء ال 100 دولار والناس في مصر معاها الفلوس بتاعتها مدخرة في الدولارات، ومدخرة حصريا او اغلبها او 90% منها مدخر في فئة الدولارات اللي هي ايه، اللي هي ورقة 100 دولار، اي واحد يمتلكها كده يبقى امريكا وضعته بين السيء والاسوأ منه. السيء ان هو يروح يغيرها من بنوك السيسي اللي ممكن في هذه الحالة تخفس بقيمة، اللي ممكن في هذه الحالة تخفس بقيمة الدولارات الارض، وتقول لك مش عاجبك خلاص احنا مش مضطرين، يعني احنا مكتفيين دولارات، وفي هجوم كثير جدا حصل علينا في الدولارات، والوقت الدولار بقى رخيص، الدولار بقى مثلا ب15 جنيه، ممكن يعملوا كده زي ما قلت لك وييأسوا للسيسي ويقولوا له عبقري الاقتصاد وبطل مش عارف ايه وهو حمار الدجا. الأسوأ منه ان هو يحتفظ بالدولارات وما يعرفش يغيرها وكل فلوسه تروح. عايز ارجع واقول لك ان امريكا تضعك بين السيء اللي هو انك انت تضطر تروح تغير فلوسك في بنوك السيسي ويستغلك، والأسوأ منه انك انت ما تروحش وتقعد تتفرج على ورقة 100 دولار وهي بتروح من ايدك، يعني قيمتها بتروح من ايدك. خد بالك ان انا عايز اقول لك شيء في منتهى الاهمية يا ابو الابطال. ايه هو الشيء ده؟ الشيء ده ان انا مش بقول لك ان ده هيحصل، وبرجع اكد واقول لك ده مش بقول لك ان ده هيحصل، لكن بقول لك هذا الكلام وهذا المكر متداول، يعني يتم الحديث عنه والامريكان بيناقشوه، يعني ممكن يعملوه. وخد بالك امريكا على محورين، ممكن تكون عملت التسريبات ديت وخلوا الجزيرة اي جي تتكلم على الموضوع ده عشان الاخبار تنتشر، وعشان واحد زي حالاتي يضطر غصب عنه وعن اللي جابوه ان هو ينصحكم، عشان الخبر يوصلكم في الاعلام عن طريق الجزيرة ماشي، عن طريق الجرائد الحكومية ماشي، عن طريق اليوتيوبر ماشي، فلما الكلام يوصلكم يا ابو الشباب يبقى له مصداقية عندكم، وبالتالي انتوا تخافوا، فلما تخافوا تبدأوا تغيروا الفلوس. فامريكا هتعمل ازاي لو لقيت الناس خافت وغيرت الفلوس؟
هيقول لك خلاص كفى الله المؤمنين القتال، هم طبعا مش مؤمنين، بس هيقول لك خلاص مش عايزين نلغي ال100 دولار، وممكن برضو يصمم ويعملها عشان يخلص على بقية المال الأسود اللي هم عايزين ينهبوه من اللصوص وحتى من التجار اللي ما بتدفعش ضريبة وكده. فممكن المسألة انك انت تقول هيحصل او مش هيحصل ما تقدرش تجزم بيها. ليه بقى؟ لان امريكا من خلال الاحصائيات اللي هتجيلها هتعرف هي وصلت للهدف بتاعها ولا وصلت ل70-80% من الهدف بتاعها، ولا ما وصلتش لحاجة خالص، ولا وصلت لنسبة ضئيلة غير مرضية بالنسبة لها. في الحالة دي هتنفذ الامريكان مجرمين. انا طبعا مش عارف مدى تأثير الكلام ده، انا اصلا وصلت لك الكلام هذا والله حرصا عليك انك انت تبقى ايه، تبقى على دراية بالموضوع. عايز بقى في الجزء المتبقي من الفيديو اقول لك عدة نقاط في منتهى الاهمية. النقطة الاولى ان مصر فيها مبلغ مغري جدا للامريكان، المبلغ ده مدخرات المصريين الغلابة وحتى مدخرات المصريين المجرمين اللي موليين للسيسي، يعني ده وده، يعني في مصريين عنده 2000 دولار و5000 دولار و1000 دولار وشايلهم ومعلق عليهم امال وكده، وفي واحد مجرم تاني عنده 600-700 مليون دولار ويمكن 5-6 مليار دولار كمان. يعني في مجرمين زي ده وفي مجرمين زي دول، وفي كمان حتى الموليين للسيسي هم القطط السمان او هم الثعالب السمينة اللي هي معاها اكبر قدر من ايه، من الاموال دي. هتقول لي السيسي هيعض في كلاب الحراسة، اقول لك مش هيعض، السيسي هيتحجج قدام كلاب الحراسة بتاعته ان القرار ده قرار امريكي مش قرار بايدي انا، وهيبدأ ان هو يراضيهم، يقول لهم الناس العادية مثلا بتغير الدولار مثلا ب15 جنيه او ب20 جنيه، يزودهم 10% او 20%، او حتى لو بتغير ب30 جنيه يزودهم 10% ولا 20%، فكده يبدأ ان هو يرضيهم. لكن لازم يغيروا، لان امريكا عايزة الدولارات، ودي تحطها في دماغك. والسيسي يقول لهم دي مش مشكلتي انا، وانا وانتو في قارب واحد، هيقول لك كلاب الحراسة بتاعته كده، هيقول لهم مش مشكلتي انا، ده انا وانتو في قارب واحد، لكن انتو عارفين القرار جاي من امريكا ما نقدرش نعمل اي حاجة. هيبدأ يقولوا له خلينا نطلع نروح هناك في امريكا ونستبدل الفلوس دي من امريكا، ممكن يسيبهم يطلعوا وبعد كده هناك تأخذهم وتتخطفهم جماعة الضغط والابتزاز، وتقول لهم انتوا عليكم جرائم حرب وجايبين الفلوس دي من دماء الناس وجايين هنا يا حرامية يا ولاد الايه، طيب نعمل ايه؟ يقول له خلاص سيب الفلوس وامشي. هيعملوا معهم كده، اصل كله مجرمين وكله ذئاب بتعض في بعضيها. وما تستبعدش ان السيسي يحذرهم من موضوع الخروج ويقول لهم لو خرجتوا ولا حطيتوا فلوسكم في امريكا مش هتقدروا تطولوا منها اي حاجة، فغيروها هنا وخليكم قاعدين وكذا. يعني ممكن من هذا المنطلق، وبعد كده كلاب الحراسة تثق في السيسي اكثر واكثر، لان هم سوف يرون انه هو نصحهم، لكن في الحقيقة امريكا مخوزقاهم جميعا. حجم الدولارات اللي موجودة في مصر صعب انك انت تتنبأ بدقة، لكن انا احسبها لك على النسب العالمية او قريبة منها. فمثلا طائفة 1% ديت في مصر هتساوي قد ايه؟ هتساوي مليون شخص. المليون شخص دول لو افترضنا ان كل واحد فيهم يملك $1,000,000 فقط، يبقى النتيجة ايه؟ يبقى النتيجة دول $1,000,000,000 يا ابو الشباب. مليون تحطه قدامه 3 اصفار يبقى مليار، تحطه قدامه كمان 3 اصفار يبقى ايه؟ تريليون. يعني مليون في مليون بتريليون دولار. ده طائفة 1%. هتيجي بقى طوائف تانية اللي هو يعني عنده اقل من كده، وخد بالك في طوائف عنده ب500 مليون وعنده ب10 مليار، اللي هم الثعالب والذئاب المفترسة الكبيرة اللي هم واقفين في ظهر السيسي وكده. لكن في طائفة كمان او في طوائف كمان مثلا اللي هم يعني ثرائهم يعني مش اثرياء في الحقيقة، لكن حاطط تحويشة العمر بتاعته في الدولارات. يعني باختصار هتلاقي مثلا واحد عنده 50,000 دولار، واحد عنده 100,000 دولار، هتلاقي في المصريين هذه النسبة ممكن اعتقد هتكون 10% مثلا او كده،
لان ما تنساش ان في حوالي 12% من المصريين مغتربين، هتلاقي اغلبهم ما عندهمش هذا المبلغ في الحقيقة، بس هتلاقي ناس كتير منهم اللي عنده 200,000 واللي عنده 600,000 واللي عنده 500,000 واللي عنده 50,000. فانا اقول لك لو خدتها بالمتوسط كده انه عنده 100,000 دولار كمان، يعني 1% كمان يا ابو الشباب، هتلاقي ده كمان مبلغ ليس بالقليل. لما تضيفه على تريليون هتلاقيه ان هو مطمع جدا ومطمع قوي جدا للامريكان، والامريكان طبعا هتبقى عايزه تنهبه. دي الفلوس لما تضيفها على بعضيها هتبقى قد الفلوس اللي ترامب نهبها من السعوديه في 4 سنين بتوع الرئاسه بتاعته، فلك ان تتخيل حجم هذا المبلغ. الوقت بقى عايزين نتكلم في الحلول يا ابو الشباب. قدامك عدة اجراءات تاخدها، ايه هي الاجراءات اللي انت ممكن تاخدها؟ فتح معايا واوعى تنام مني. اول شيء انك انت تأخذ المجازفة وتحتفظ بورقة ال100 دولار، ولو صدر القرار في امريكا هتبيع الدولارات رخيصة بدرجة لا تخطر لك على بال. فدي مجازفة عالية من وجهة نظري، ما بقولكش اعملها او ما تعملهاش، انا بقولك ده قدامك حل زي كده وعيوبه كذا ومميزاته كذا، وانت عقلك في راسك تعرف خلاصك. طيب الحل التاني اللي قدامك ايه يا ابو الشباب؟ الحل التاني انك انت تستبدل الدولارات ام 100 دولار بالورق ابو 50 دولار، يعني تدي له ورقة بمية يدي لك ورقتين ب50 او كده. ده الحل الافضل، لكن انا هقول لك من الوقت هيبقى غير متاح. دي تاخدها مني وانت مقتنع تماما، من الوقت هيبقى حل غير متاح. وحتى لو البنوك فيها ال20 دولار، يعني فيها الورقة فئة ال20 دولار وفيها الورقة فئة ال50 دولار، مش هيطلعوها عشان يجبروك على انك انت تغير الدولارات بسعر بخس هيكون السيسي حطه، واقول لك ممكن يكون نصف السعر الحالي او تلتين السعر الحالي، وهو طبعا عنده اجرام شديد ممكن يعمل اي حاجة ما تخطرش على بالك. فده كمان ايه حل مش هيبقى متاح برغم ان هو الافضل. الحل بقى بعد كده يا ابو الشباب التالت، انك انت الدولارات بتاعتك دي تحاول انك انت تستبدلها بعملة خليجية زي الريال السعودي مثلا او زي الدينار الكويتي، لان ديت الى حد ليس بالقليل مستقرة، ولكن انا اقول لك لحد الوقت كذلك برضو دي مش مضمونة، لكنها هتكون اقل مجازفة في الحاجات التانية، وان ما حشتش عنك الخسائر كلها هتقلل الخسائر عليك بشكل ليس بالقليل. فدي كمان حتى تحطها في اعتبارك. كمان في حل تاني انك انت تبيع الدولارات ولكن مباشرة تشتري ذهب، ولما تشتري ذهب ابو الشباب يكون عندك حد خبير بيفهم في الذهب عشان خاطر تتأكد انه ذهب، لان السيسي انا بقولك السيسي ماشي ومش هيمشي مثلا بعد 5 سنين ولا كده، انا من زمان وانا بقولك السيسي ماشي، وحتى في بعض الاخوة لاموا عليا وقالوا لي انت قلت من 2 سنين ان السيسي ماشي واللي احنا شايفينه ان السيسي قاعد. انا هقول لك ما انا مش قلت من 2 سنين بس، انا قلت من 2.5 سنين، لكن المشكلة ان الصراع العالمي بيخدم السيسي، لان امريكا عايزاه الوقت ربما تصنع به حرب مع ايران في اليمن، يعني ربما تعود حرب اليمن مرة تانية، وده موضوع ان شاء الله هبقى اكلمك فيه لاحقا باذن الله رب العالمين. فالصراع العالمي هو اللي خدمه وهو اللي خدم بشار الاسد، لانه بشار الاسد الروس عايزينه والسيسي الامريكان عايزينه، وبعد كده الصراع اندخل بشكل معين ان شاء الله الاتنين هيطيروا، بس ده مش موضوعي الوقتي. فايه اللي هيحصل في موضوع الثروة بتاعتك؟ وان كنت مسكين زي حالات يعني هتبقى ثروتك مش كبيرة ولا كده، لكن يجب انك انت تحافظ عليها بشكل او باخر. قلت لك حاول تغير الورقة اللي هي ب100 دولار الى 50 او الى 25 يكون افضل لك. قلت لك الحل ده مش هيكون متاح وغالبا مش هيكون متاح، والبنوك هم اللي هيقفلوها في وشك عشان خاطر عشان خاطر ان يجبروك انك انت تغير الدولارات اللي معاك. طيب في حل تاني زي ما قلت لك برضو، انك انت تغير الدولارات بتاعتك في عملة خليجية
ومش عايز اعيد الكلام. وقلت لك كمان ممكن انك انت تغير الدولارات بتاعتك وتشتري ذهب بشكل مباشر، وقلت لك تاخد بالك لان السيسي ممكن يغش الذهب ويعمل لك ختم الدولة وكل حاجة تمام التمام. ما هو بقى يا رايح كتر من الفضايح. لكن انا اعتقد ان في خبراء في الذهب بيقدروا عن طريق الكثافة يقولك الذهب ده خالص ولا لا، ويقولك في نسبة نحاس قديه او في نسبة اي معدن اخر قديه. في ناس عندها هذه الخبرة، فلازم تدور على واحد صاحب خبرة ويكون مخلص ينصحك باخلاص، يكون الاثنين في نفس الوقت. لو نجحت في انك انت تحول فلوسك الى ذهب حقيقي، فتأكد ان شاء الله رب العالمين ده هيكون الحل الافضل بالنسبة لك. لكن هتبقى عندك مشكلة، هي انه هذا الحل مش هيحفظ لك اموالك بشكل كامل، لكن هو هتكون اقل الخسائر هنا. انا قناعتي ان مفيش حل بشكل كامل، بس انا قناعتي انك انت تدور على حل ايه، على حل يعني يكون فيه اقل الخسائر. في حل كمان بس ده مش هيبقى متاح لكل الناس. الحل ده هو الناس اللي كانت شغالة برا وجايبة دولارات حطاها في مصر من زمان، وحطاها مثلا في بنوك سواء اجنبية او بنوك مصرية وكده، دول قانونا من حقهم ان هم يرجعوا يحولوا فلوسهم للدولة لدولة خارجية مرة تانية، وتحويل قانوني وما فيش اي حاجة. لكن السيسي برضو اعيد لك في الحتة دي ازاي. ما هو في واحدة مصرية جاية على اليوتيوب كانت بتشرح المشكلة بتاعتها، حولت مدخرات، الكلام ده لما كان ب20 جنيه او حاجة زي كده، يعني كان الجنيه المصري برضو ايه منخفض، بس ما كانش متنيل على عينه زي الوقت كده. فايه اللي حصل؟ التحويل بتاعها يا ابو الشباب ما وصلش الكويت الا حوالي بعد 4 شهور. طب ليه هم اخروه 4 شهور برغم ان التحويل ده ممكن يعني المفروض هو يوم يومين بكتير قوي 3 ايام، لكن بنظام التلاعب والتسويف وكل ما تكلم البنك يقول لها ايوه يا مدام ومعلش نسينا وحاضر وكذا، وتروح البنك يقولوا لها مش عارف ايه وكذا، ضيعوا عليها 4 شهور كاملة ويقولوا لها في غلطة في البنك في الكويت دي مش مشكلتنا، وهم ما حولوش الفلوس اصلا وفضلوا يتلاعبوا بالموضوع ده. هي كانت بيع ممتلكاتها في مصر وقررت ان هي ترجع الكويت وما تجيش مصر مرة تانية، مش عارف ايه اللي زعلها. بس هي طبعا لقيت الدنيا منهارة، قالت لك خليني اقعد برا لحد ما نشوف ايه القصة الحزينة دي هتوصل لحد فين. فضلوا يعملوا معاها الحكاية دي كده لحد ما كانوا هم عارفين ان في قرارات جديدة نازلة للعملة. لما وصلت لمرحلة ايه القرارات الجديدة اللي نزلت، راحوا محولين لها الفلوس بتاعتها بعديها ب 48 ساعة بس. ليه حولوها بعدها ب 48 ساعة بس؟ لانه الجنيه المصري اللي كان عندها يا ابو الابطال او العملة اللي كانت تتحولها وكده، اما تحسبها مع الجنيه المصري، الجنيه المصري كانوا هم عارفين ان الجنيه المصري هينهار، وبالتالي فضلوا يأخروها لحد ما الجنيه فعلا انهار. وبعد كده مثلا بدل ما يحولوا لها 300,000 دولار مثلا او كده، حولوا لها خسرت، ممكن هي بتقول خسرت التالت مش فاكر، بس خسرت خسارة جامدة، يعني خسرت لها ممكن ربع فلوسها او اكتر من كده، الله اعلم. فممكن كمان يلعبوا هذه اللعبة. باختصار انت مع مجرمين، عشان اجيب لك من الاخر، باختصار هم عايزين يفترسوا الناس وعايزين يجردوا الناس من اموالهم باي طريقة من الطرق. في نهاية الفيديو بقى اقول لك المواطن الخائن اللي باع ال66 والموالي للسيسي هيشوفوا له حلول، بس برضه مش هينجو من العضة زي ما انا قلت لك قبل كده، لكن هتكون خفيفة عليه الى حد ليس بالقليل. خلوني اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.